فيه معارض الصناعات التقليدية كذلك تم تنظيمها من أجل عرض وبيع المنتجات التقليدية اللي معروفة بها قسنطينة. بالحقيقة قسنطينة لها باع وتاريخ كبير فيما يخص الصناعة التقليدية. باختصار شديد قسنطينة في أتم الجاهزية لإجراء هذه التظاهرة الإفريقية. أنا نتوجه للجمهور القسنطيني بصفة خاصة والجمهور العام والجمهور الجزائري أنه يجب علينا التحلي بروح رياضية من أجل تسويق صورة جميلة على الجزائر. الجزائر هذا البلد العظيم الذي يملك كل المقومات والإمكانيات البشرية منها والمادية لتنظيم كل التظاهرات. المطلوب من الجمهور الإسراع في اقتناء تذاكر الدخول والتحلي بسلوك حسن، سلوك يبرز قيمة الشعب الجزائري.